ينضم إلي عبر الهاتف القائد الميداني طاهر بن غربية. سيد طاهر أهلا بك. السلام عليكم وعلى كل من يتابع أو يشاهد قناة الطلاق. صح، تحية صباحية، تحية للانتصارات، تحية إلى جميع الأبطال اليوم. انهيار كامل في جميع محاور القتال للعدو، ضربات موجعة سواء على الأرض أو من قبل سلاح الجو. الكل حضر اليوم مدفعية البركان، سرايا الهاون، المشاة، بصراحة مدفعية كل شيء حضر في المحاور بالكامل، وانهواء وتساقط الأعداء ومنظماتهم وآلياتهم وسلاحهم. منهم من كان غنيمة في أيدي الأبطال، ومنهم من تم تدميره، ولله الحمد. اليوم نعتبر نقول الآن إن محور الرملة تحت السيطرة بالكامل. وعندما تقدمت قواتنا تمهيدا من مدفعية البركان باتجاه مواقع وتمركزات العدو، فكان لله الحمد أن تتقدم هذه القوات وتبسط سيطرتها شبه سيطرة كاملة على الرملة بالكامل، ولله الحمد. أيضا قواتنا اجتازت الخطوط الحمراء، فوصلت تقريبا الآن تقريبا أن تكون بجوار جزيرة قصر الشيخ. هذه الجزيرة التي كانت ربما عصية في الأيام الماضية، ولكن لا شيء أمام الأبطال وأمام زحفهم يكون عصي. بالعكس، من توكل على الله وكان أمامه ونصب عينيه. ماذا عن بقية المحاور سيد طاهر؟ باقي المحاور أخي، هناك أيضا في محور الخلطات التمركز والوصول إلى العمارات الهندية والسيطرة عليها، وتم القبض على 2 ميليشيات أسرى، والباقي كانت جثة هامدة في السيطرة على العمارات الهندية. تكون منطقة أو يكون معسكر اليرموك ومحيطه بالكامل مؤمن، ولله الحمد. أيضا قواتنا وصلت من خلف إلى تمركزات جديدة، من خلف معسكر الصواريخ إلى تمركزات جديدة وهامة. وهذه التمركزات في منطقة مثلث عون، هذه التمركزات الجديدة تجعل من العدو يتراجع على منطقة سوق لحد، ويكون في موضع خطير جدا جدا. إذا جميع هذه التقدمات والتمركزات، سلاح الجو واصل ضرباته سواء في بوابة القدامة أو في محيط غريان، وأيضا في الأصابع. الأمور تسير سير حسنا، ربما الساعات القادمة ستكون فيها مفاجآت ومفاجآت كبيرة جدا. نعم، أشكرك سيد طاهر من غربية القائد الميداني بعملية بركان الغضب، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.